أخوتي المغاربة أخواتاتي المغربيات وجميع الناس اللي تيتفرجوا في القناة المغربية. أنا تنطلب الله يحفظكم ويبعد عليكم شر البشر قد ما بعدت السماء الأرض يا وليداتي. ودابا هاد السيدة غتهضر في رحمتها لأنني معايا مشفوعة. أنا قلت لها شنو غادي تقول؟ السلام عليكم خوتي المغاربة أخواتاتي المغربيات وجميع الناس اللي تيدخلوا القناة ديال مامون بيبي، مرحبا بكم كلكم. حنا عاد خرجنا من عند الطبيب ورحنا جالسين في واحد القهيوة باش ترتاح الحاجة فتيحة على ما ناخذوا الطاكسي باش نمشيو للمحطة ديال القطار باش نرجعوا. ودابا راه غادي نطرقوا اليوم لواحد الموضوع اللي هو شوية صعيب. الحاجة فتيحة كلفتني باش نوصل لكم المعلومات. هذا الموضوع اش غنقول لكم، راه وليداتنا في خطر. الوليدات تنقول ملي تنقول الوليدات راه ولاد وبنات على ما تنهضر. ملي تيمشيو للمدرسه، تنهضروا حنا دابا على المغرب، ملي تيمشيو للمدرسه تيقطعوا الشانطيط تيضربوا شويه ديال الطريق باش تيمشيو للمدرسه من الدار، وعاود ملي تيجيو راجعين. واحد العدد كبير من وليداتنا راهم تيمشيو وما تيرجعوش. حنايا تنعرفوا واحد الحاجه على ان اسماء زروال الخبيثه، اسماء زروال العاهره، اسماء زروال لا ماكريل، تنعني بلا ماكريل اللي تتاخذ الانسان وتستعملو للفساد، تتبيعو وتشري فيه. لا ماكريل اسماء زروال تتكون واخده لا كوموند من عند شي خبيثين اللي تيجيو من الخارج. المافيا ديال اسماء زروال تتكون واخده لا كوموند من عند شي خبيثين اللي تيجيو من الخارج، وتيكونوا عندهم وصفات سبيسيفيك بريسيز شنو بغاو بالضبط. وهذا بخصوص الفساد بالوليدات، وليدات او بنيتات. كاينين شي خبيثين اللي تيكونوا جايين للمغرب باش يفسدوا بالوليدات، وما تنعني دابا بالوليدات هما الاولاد، وتيكونوا عندهم عارفين لاج، عارفين تيقولوا لهم هاش بغينا بالضبط، هاش بغينا، تيقولوا لها المافيا ديال اسماء زروال هاش بغينا بالضبط كيفاش بغينا يكون. المهم تتوجدهم لهم بحال تتوجد لهم كوموند ديال الحلوه. تتاخذ وليدات المغاربه، خوتنا المغاربه، تتخطفهم وتدوزهم لهم. هادوك الوليدات باش ما يهضروش، لان الا لقاوهم غادي يهضروا، غايقولوا فين كانوا، فين مشاو، اش داروا، اش وقع، اش تدير. مين تتسالي تتحفر لهم حفره وتديرهم فيها، هادشي اللي تدير اسماء زروال المافيا ديالها. دابا غنقول لكم بخصوص البنيتات، كاينين عاود شي خبيثين من نوع اخر ديال الخبث اللي تيكونوا الله يستر والعياذ بالله تيكونوا باغيين البنيتات صغار. كاين اللي تيكون باغي البنيته عندها 4 سنين، كاين اللي تيكون البنيته باغيها تكون عندها 6 سنين، كاين اللي تيكون باغي البنيته تكون عندها الشعر طويل، كاين اللي تيكون البنيته باغيها تكون زعيره، كاين كل واحد والنوع ديال المرض اللي عنده في عقله ديال هذوك الخبيثين، وتيديروا لا كوموند من عند المافيا ديال اسماء زروال وتتوجد لهم البنيتات اللي بغاو. عاود نفس الشيء، تتخطفهم المافيا ديالها، تتخطفهم تيديوهم وتيزنيو بهم هادوك التوريست اللي جايين يديروا الخبث، وتترميهم من بعد، لان الا هضروا غادي تفضح. تترميهم، تتحفر لهم حفره وتدفنهم. وكاين نوع اخر عاود، وهادوك ماشي ديال التوريزم، ماشي ديال السياحه، اللي تيكومونديو من برا لي زورغان، وهادوك خلاص شكل اخر. هادوك تتخطفهم وتدخلهم، تيدخلوهم للعمليه وتيبقاو يفصلوا فيهم وما تيتلقاوش، عمرهم ما تيتلقاو، حتى لو كور ديالهم الجثه ديالهم واخا حبابهم تيبغيو الجثه ديالهم ما تتعطيها لهم شويه، راه المافيا ديالها راه عارفين فين رماوهم. علاش ما تيعطيوش الجثه ديالهم كما دابا واقع لهاد السيده هادي الاستاذه اللي تتقلب على الوليد ديالها تهامي بناني، ما بغاوش يعطيوها الجثه ديالو لانهم عارفين اش داروا به،
هذاك علاش ما غايجبدوش الجثه ديالو. ودابا هذوك الاخرين اللي ما تيجبدوش الجثه ديالهم اخوتنا الا مشاو حتى جبدوا الجثه ديالهم وكان لي زورغان واخدينهم ليهم، الطبيب الشرعي ملي تيحل تيعرف ما كاينينش لي زورغان، وغادي تفضح القضيه ديال البيع ديال لي زورغان في المغرب من طرف المافيا ديال اسماء زروال. والاخرين اللي تيفسدوا بيهم الطبيب الشرعي يمكن له يعرف واش هذاك الطفل زناو به استعملوه في الزينه او لا وهذيك الطفله. ولهذا وهي عارفه هذا الشيء حيت هي سبيسياليست في الاجرام، ما عمر والديهم ما تلقاوهم حتى الجثه ديالهم تتمحيها، اللي تتحفر له حفره وتيرميوها في الحفره، واللي تيحرقوه تيحرقوه، والله ياخذ الحق. ودابا هذا الموضوع راه حساس، هذا الموضوع صعيب التكلم فيه، ولكن حنايا تنتكلموا فيه، تجرأنا نتكلموا فيه هذا الموضوع. غادي نهضروا على واحد الموضوع اخر اللي هو الموضوع ديال الخدمه. قبل ما نهضر على هذا الموضوع بغيت نوجه واحد الميساج لهذوك اللي الخبيثين، واحد المجموعه ديال الخبيثين اللي تيجيو تيحطوا الكومونتيرات ديال السبان والخطا وتيوجهوا السبان الحاجه. كاينين فيهم جوج مجموعات، كاينه المجموعه ديال واحد اليوتيوبر راه حنا هضرنا عليه، باش انا تنقول لكم علاش، لان تنشوف هذوك اللي تيجيو تيمشيو لعندو وتيجيو لعنا، تيكونوا عنده تيقولوا ليه المدح والشكر والنفاق وتيجيو عندنا حنا السبان، تيجيو من عند هذاك سي نورمال لان فضحناه. وهذاك اليوتيوبر اللي تيدافع على اسماء زروال وحسنة زروال وتيبرئهم وتيبيضهم من جميع التهم وتيلفق التهم للاميرات، هذوك تنقول لهذوك اللي تيجيو من عنده بالكومونتيرات ديال السب والشتم والقذف، شوفوا راه الا سبيتونا حنا عندكم يتسحب لكم، راه حيت اسماء زروال تتفرج في الفيديوهات وتتشوف الكومونتيرات، راه غادي تجي تعرض لكم بواحد التاج فوق واحد البلاطو ديال الذهب، وهذاك التاج عامر بلي ديامون، غتحطوا لكم فوق راسكم وتزيد لكم مازال ميداليه، راكم غالطين مع روسكم. شوفوا راه هي ما تتهمهاش، دابا تنهضر مع هذيك الفئه ديال الخبيثين اللي تيجيو يسبونا، راه ما تتهمهاش وراه ما تتحركوش شعره فيها، واخا ديروا عليها قصه شعريه وتحطوها في الكومونتير عندنا ديال المدح، راه هي ما تتهمهاش، راه هي تتبيع الخدمه. شوفوا الا بغيتوا تلقاو الخدمه من عندها سيروا للمافيا ديالها وحطوا 7 مليون 10 مليون 20 مليون 30 مليون 40 مليون على حسب البوست اللي بغيتو. الا بغيتو تردكم حتى وزاره راه 50 مليون تطلب، واش فهمتوا؟ اما الا جيتو تتسبوا فينا راه غتضيعوا وقتكم، راه ما تتهموهاش، هي راه تتقلب على الفلوس، وراه خوها هو اللي تيقبض الفلوس تيعطيها لها. ولعنة الله عليكم يا الخبيثين اللي تجيو تسبونا، راكم غتضيعوا وقتكم يا الكوانب، فهمتوا؟ وهذا كان ميساج لكم. دابا كاين مجموعه اخرى اللي تيجيو يسبونا في الكومونتيرات واللي هما من عندها، تيجيو من عندها من المافيا ديالها، من هذوك اللي تيخدموا هذوك اللي هذوك بالنسبه ليها هي راه غير زبل، هذوك ما تتشوفهمش هي المافيا ديالها عندها الشيفان والشويفه والشفه اللي تحت منها الى اخره، وهذوك تيخدموا. المهم هذوك اللي تيسبوا من الصمت لتحت عندنا في الكومونتيرات راه تنمحي داكشي ديالهم، لان احتراما للناس الاخرين اللي مزيانين تيجيو عندنا للقناه وتنحترموهم وتنبغيوهم وتنقدروهم، تنمحي هذاك الوسخ ديال هذوك الاخرين وتنبلوكيهم. غادي نقول لكم اخوتي هذوك اللي تيجيو يقولوا بان الحاجه فاتحه راه مخطوفه، واحد عاد الصباح هذا قريت واحد الكومونتير ديال بانها مهدده بسلاح، واش عرفتي دابا حنا في واحد القهوه راه كاين الناس، ما غاديش نصور الناس،
انا دايره غير الكاميرا على الحاجه فاتحه. عرفتي واخوتنا باش غادي نتزهطر عليهم انا لاول مره على هذوك الخبيثين اللي تيحطوا الكومونتيرات من الصمت لتحت. شتيو دابا حنا في القهوه وكاين القهوه عامره بالناس وراه سلاح راه مبراكي على الحاجه فاتحه من على بعد 10 متر فهمتوني باش ما يبانش في الكاميرا ياكو. ودابا الناس راه تيشوفوا السلاح تيشوفوه وكاين سيكوريتي وكاين المهم المحل هذا المحل راه محضي والسلاح راه مبرك على الحاجه فاتحه باش الحاجه فاتحه باش الحاجه فاتحه دير الفيديو سلاح اللي تتهضروا عليه وراه ماشي غير السلاح راه حتى الدرون شتيو الدرون ديك الحاجه فاتحه شفتي الدرون راه الدرون تيحلق فوق راسنا وراه داير السلاح حتى هو باش يقولوا لك ديري الفيديو ياك. المهم على ما حال اش غنقول لكم الله يزيدكم خبز في خبز يا دوك المافيا ديال اسماء زروال الله يزيدكم خبز في خبز والله يزيدكم حماق في حماق. وشوفوا تفرجوا في الفيديو وباش تفهموا وتعرفوا الشفة ديالكم شكون هي هذيك الشفة لاطيت دو سيغي ديالكم تعرفوها شكون هي وتعرفوها اشنو غدير بكم حتى نتوما ملي غادي تسالي الخدمه ملي تساليو خدمتكم ملي ما تبقاش محتاجاكم هذاك الشيء اللي غدير بكم وبولادكم. وراه عاد غادي نهضر لكم في واحد الفيديو في القريب العاجل ان شاء الله على وحده تكرفصات علينا ودمراتنا وخسرتنا الفلوس وكانت خدامه مع اسماء زروال وفي الاخر راه دابا ساكنه غير في الزنقه في الطوموبيل ديالها وراها في شمال امريكا وغادي نقول لكم عليها باش تعرفوا يا نتوما اللي تجيو تحطوا الكومونتيرات ديال السبان من الصمت لتحت تعرفوا كيفاش غادي تلا لكم. ولكن راه تتعرفوا لو بروفيرب تيقول لك نو انر بيتوين تيفز سيتادير الشفاره ما كاينش شرف بعضياتهم تيشفروا في النهار وفي الليل تيكونوا تيقسموا التخطافات اللي خطفوا تيكملوها بالبنيه بعضياتهم وتيقتلوا بعضياتهم وراكك غيوقع لكم مع اسماء زروال اللي تتخدموا لها وتجيو تسبونا باش يتسحب لكم راه غادي راكم بخير راه ما غاديش راه اللي تيخدم مع مجرمه راه غادي يكمل بحالو بحال لي فيكتيم ديالها ودائما هادوك اللي تتصيفطهم يقتلوا دائما تتقتلهم من بعد. هادشي اللي خصكم تعرفوا راه واخا تدير لكم راه زعما راه فرحانه بكم وتتبغيكم المافيا ديالها ما هي راه ما تتشوفوهاش المافيا ديالها تيديروكم بانكم راه تتبغيكم وهذا وراه والو والله واخا تشويو الشحمه على روس ظفاركم وهي بالمهدي اللي وصلها وخدم عليها في الاخر قتلاتو وخدات له لي زورغان ديالو وبعتهم بالاحرى نتوما اش غادي دير بكم فهمتوا. والمهم دابا هادشي حاجه اخرى خوتنا المغاربه خواتاتنا المغربيات راه الوليدات ديالكم اللي هما اساس المستقبل تتقريوهم وتتعذبوا عليهم وتتمحنوا عليهم وتتحطوا العراق الجبين ديالكم وشحال من مره شحال من واحد تيضطر يبيع دار او يبيع ارض باش يصيفط وليداتو يقراو بعيد باش يرجعوا ويكونوا حاجه وشان ومن بعد تتقولوا تتستغربوا كيفاش حنا قرينا ولادنا وجابوا الدبلوم وولادنا عندهم سيره حسنه وما خدموش. راه خوتي الخدمه راه أسماء زروال راها تتبيعها بالملايين وراه خوها هو الانترميديير. وبقولي هذا راني ما تنقول لكم شريوا الخدمه من عندها لا ابدا تنقول لكم ردوا بالكم راه خوها ملي تيقبض الفلوس او صحاب خوها ملي تيقبضوا الفلوس وتيعطيوها لها راه تدخل الانسان يخدم ولكن راه هذيك الخدمه اللي تيدخل لها راه ما تيبقاش فيها دائما. عرفتي واش تدير اللي تتخدموا 3 شهور وتتخرجوا اللي تتخدموا 6 شهور وتتخرجوا اللي تتخدموا عام وتتخرجوا علاش باش تبقى دائما تتبيع وتشري في هذاك البوست. لان الا دخلات كل شيء وخدماتو وبقى في بلاصتو هي ما غيبقى لها ما تبيع. ولكن هي اشنو دايره تدخل الواحد تقبض منه الفلوس تدخله
تتخدموا راه هادشي حتى دير حتى البوليس راه تدخل بعض البوليس بالفلوس وهذوك البوليس تدخلهم تيفرحوا مساكن تيقولوا خلصنا دخلنا خدمنا بخير تينوض تياخذ كريدي ديال الدويره هذا شويه تيتفاجئ بانه لفقوا ليه شي تهمه بانه داير لا دروغ وما عندوش الفلوس باش يشري لا دروغ ما عندوش الفلوس حتى باش يشري طوموبيل ماشي اللي يشري لا دروغ وتيديو للحبس علاش باش هي عاود هذاك البوست تبيعو والخدمه المخزن تديرها هكاك فيها والشركات تديرها هكاك فيهم وهي غاديه باش تتبيع شتيو اسماء زروال راه تتبيع كل شيء تتبيع كل شيء المغاربه خواتاتي المغربيات واحد الحاجه اللي بغيت نطرق ليها اللي هي مهمه واللي نتوما ما عارفينهاش معظم فيكم ما عارفينهاش هي ان اسماء زروال وحسنه زروال ها كيفاش تيجيبوا الخبارات من عند الشخصيات تيديروا واحد العمل شيطاني تيصيفطوا شي بنات اللي هما تيخدموا لهم تيتجسسوا على هذوك الشخصيات وها كيفاش الا لقاو هذاك الشخصيه راجل معقول ما تيفسدش ما عندهمش كيفاش يديروا ليه ولا جبروا هذاك الشخصيه اللي هو غادي يجيبوا منه الخبارات ويتجسسوا عليه جبروه انهم فاسيل راجل اللي هو ساهل ستادير بمعنى اخر زنديق فاسد تيجيبوا له البنات اللي عندهم خدامين لهم تيتجسسوا وتيفسدوا او ميم طون في نفس الوقت تيجيبوا هاد شي بنات زوينات بزاف وعاد ومازالين صغيرات اللي تيخدموا تيخدامين لهم في الفساد اون بيرمانونس دائما كل نهار اش تيديروا لهذيك البنت اللي هي راه فاسده ديجا تيديوها لعند الطبيب تيصيفطوها لعند الطبيب مافيا ديال اسماء زروال تصيفط هذيك البنت لعند الطبيب اللي هي زوينه مازال صغيره في العشرينات تيكونوا 19 18 17 في العشرينات كاع الا كبرات تتكون في العشرينات 22 23 وتيديوها لعند الطبيب وتعاودوا ليها الشرف ديالها عن طريق عمليه جراحيه تتولي هذيك البنت جديده كما ولدتها ما وتيهديوها لهذاك الشخصيه على اساس انها غادي تمتع هو بوحده مازال صغيره وهي راه شبعانه فساد وتيقول واو هذه بنت الناس شوفوا جات زعما من اجلي انا تتبغيني تيتسحب له وراه تتبغيه حيت هو كامبو هذاك علاش هي هذيك تجي هذيك العاهره الصغيره اش نبغي نقول بس صغيره زعما راه مازال صغيره في السن وتتزني معاه ولكن هي راه ماشي غير تتزني معاه غير هكاك لا تتزني معاه هي في مهمه ديال التجسس تتسلو لسانو مزيان وهادو مترينين من طرف الصف ديال اسماء زروال وحسنة زروال تتجبدلو مخو تتسوسلو على الطبله بقوه الاستجوابات اللي تديرلو ولكن هي راه تعرف كيفاش ديرلو استجواب راه تتكون لابسه شي لباس كاسيات العاريات وتتكون حاطه الخمر قدامها وتتبوخ عليه كوارو وتتعطيه تدروغي شويه حتى ولا كان تيكمي تتعطيه داكشي داك الكارو اللي مخلط اللي تيصوب خو اسماء زروال وتتجيب شي شهيوات عامرين بالمساحر تتنزلهم له على محل راه ماشي غير تجي وتدخل معاه هكاك تدخل معاه بواحد الشكل اللي هو زعما راه زعما تتحمق عليه على اساس ان داكشي هي جايباه له حبا فيه تتعجبو تيعجبها تتقول راك تعجبني وشحال هادي انا تنشوفك دائما غير في هكا ما قدرتش نهضر معاك وصل وزعما انا فرحانه دابا واحد المومورا عندي هذا نهار كبير اللي تلاقيت بيك وغنتعرف عليك وتتعرف عليا هكا تيهضروا هكا تيهضروا هي هذيك ايوا تيوكلوه المصائب الكحله بعدا تيدوخوه داكشي ديال التوكال الكارو الا كان تيكمي راه حتى هو تيدوخ ليه المجاج والسكره تيعطيو باش يهضروه وهذيك البنت تيقول واو مازال نيو المهم
ايوا تتهضروا مزيان تتسليه لسانه وهو مسجل تتسجلوا لان اسماء زروال وحسن زروال تيطلبوا الدليل ماشي غير تجيبي الهضره تتسجلوا شوف الوسائل ديالهم ما عرفتش كيفاش دايره ولكن تتسجلوا المهم ويلا كان تيهضر في اسماء زروال وحسن زروال ولا تيعرفهم ولا تيقول شي حاجه اللي هما ما يبغيوهاش يقولها بحال دابا تيقول شوفوا راه ما عرفتنا شنو واقع مال الدستور تيشرقوا البلاد تتغرب ولا تيقول لهم راه شي واحد داير مصيبه في البلاد ولا شي هاد الشيء بحال هكا شي حاجه بحال هكا راه تيتكلفوا به ملي تخرج هذيك العاهره تتوصل لهم داك الشيء وتيتكلفوا به غير ما تيديوه للحبس تيلفقوا ليه تهمه فساد او تهمه رشوه او تهمه بانه تيجيبوا له شي وحده بانه راه تعدى على شي وحده المهم تيجيبوا له تيلفقوا له تهمه وتيصيفطوه للحبس او تيسمموه وتيصيفطوه للسبيطار مازال يمشيو يطلعوا عليه يشوفوه ويبكي وحده عند راسو يقولوا راه مسكين مريض ولا كاين شنو تيديروا الى هذاك السيد ما قال والو عليهم حتى شي حاجه اللي قبيحه وشافوه غادي معاهم في الخط من خلال داك الشيء ديال المعلومات اللي تجيب لهم هذيك والدليل على المعلومات اللي تجيب لهم اللي هو التسجيل اش تيديروا تيجيبوا له هذيك خيتنا وتيديروها له تكون له مراه في الخفيه تيديروا السحر بينه وبينها اسماء زروال بارعه في هذا الشيء في الجواجات والطلاقات تدير مصائب الكحله داكشي تدير خطير ديال السحر المهم تدير السحر بينه وبينها وتيولي خدام عليها وتتولي هي اللي تتسيرو هذاك السيد الشخصيه تيسير راه ماشي هو اللي تيولي يسير تتولي اسماء زروال هي اللي تتسير عن طريق هذيك العاهره تتولي هي اللي تتقول له عرفتي شي غيف ولا هادشي اللي غدير هادشي اللي غدير يا حبيبي وعرفتي هذاك ها شنو غدير معاه وهذاك شنو غدير معاه تتولي هي اللي تتسير ها كيفاش تتسير هي بهذا الشكل المهم هادو تنهضر على الزنادق اما اللي ما عندوش كيفاش تدوز له راه تدير تتكرفص عليه تتجيب واحد اللي خصها على قد يدها يبلاصيه على محل ماشي الشخصيات كلهم فاسدين ولكن راه اللي لقات فيه الضربه راه تبروفيتي مع راسها تجيب له العاهره اللي تتسيرو هي هذيك اش دير له تقول له غادي تشري لها الدار غتشري لها الطوموبيل تينوض تضرب بها الكاريت في الخفيه ومراتو راه عنده وليداتو عنده وتدير السحر بينه وبينها وتتبقى هذيك لا ميتريس ديالو ولا مراتو الثانيه ومراتو الاولى راه كاينه ولا رشقت لها على مراته الاولى تجمعها راه تجمع لها رجلها تيطلقها وتيتزوج بهذيك وهذيك تتكون هي اللي تتسير وتتكون هي اللي تتعطي الاوامر وهو تينفذ ها كيفاش تتسير اسماء الزنادق اللي ما تيخافوش من الله هذه حاجه حاجه اخرى هذوك البنات اللي تخدمهم بحال دابا ميت راه هي مع هذاك راهي تتسير في هذاك مي تتحتاجها حيت تتكون جميله مي تتحتاجها تيجي شي واحد من الخارج باغ اكزومبل تتبغي تدوز له شي وحده تتعيط ليها وتتقول له شوف انا راني غادي ندوز الويكاند عند امي ولا راه حنا عندنا شي عرس ولا شي عراضه غير البنات بعضياتنا ولا شي سابع ولا شي ختانه هي هذيك تتمشي تتجي الطوموبيل تتديها تتمشي تتفسد وتتجيب عاود الخبارات الاسماء زروال عاود تتسجل هذاك حتى تكون سبيسياليست في داك الشيء هي هذيك في الاسبيوناج ديال الرجال وفي الزنديق في الفساد وتتعاود تجيب لها الخبارات هذوك البنات تتخدم واخا تتزوجهم تتبقى تتبيع فيهم وتشري وتتجيب لها الخبار وتتخدم معاها فابور فابور علاش لان راه جايبه لها راجل اللي خدام عليها وعلى حبابها وفهمتوا وهذا الشيء اللي تدير اسماء زروال وحسن زروال هذا الشيء تيديروا في المغرب ولا كان باغ اكزومبل شي واحد راه عنده شي 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 خبارات تيحسوا به عنده شي خبارات تيصيفطوها له وراه عنده بزاف ديال البنات اللي تيديروا هذا الشيء واش غنقول لكم الله ياخذ الحق
الحاجة فتيحة غديري غديري الوصفة من بعد في عند مونيك. راه قالت لكم الحاجة فتيحة الله يرحم لكم الوالدين لما دخلوا عند مونيك سكيتشن 2022 راها دارت جوج الوصفات، وحده ديال البوبوش والاخرى ديال البوبال، وراه غدير واحد الوصفه لان طلبوها منا البنات غديرها عند مونيكس كيتشن 2022. والسلام عليكم، ناري القهوه عمرات بالبشر، حنا تنهضروا شويه بالغوات. المهم السلام عليكم.